أنا محمد الدعور مراسل قناة الغد في قطاع غزة. اليوم حابب أحكي لكم عن 100 يوم من الحرب الإسرائيلية على القطاع بكل تفاصيلها. حأحكي لكم عن تجربتي في العمل، كل الأيام الجميلة فيها والأيام الحزينة والأيام المؤلمة. أنا في هذا المكان أقطن حاليا، تعالوا معي لأعيشكم التجربة اللي أنا عشتها في 100 يوم. هذا مهند وهذا أحمد، هم من اليوم الأول للحرب الإسرائيلية وهم معايا في كل مكان بتوجه إله، في المستشفى، في الأماكن اللي بتتعرض للقصف، في كل مكان. طبعاً أنا من اليوم الأول كان القصف في كل مكان حولنا، كنا بنشعر بالخوف زينا زي أي مواطن بيتعرض بيته للقصف والدمار. في مشاهد صعبة ومؤلمة كنا نشاهدها في مجمع الشفاء الطبي، لأنه كنا الصورة على مدار الساعة، كنا بنشوف الأشلاء المتقطعة، كنا بنشوف الناس المتفحمة، كنا بنشوف الإصابات، كنا بنشوف كل شيء على الأرض، هذا في مجمع الشفاء الطبي. لكن لأنه الخوف كان مسيطر علينا في كل مكان، كنا بنهرب من موت لموت. أنا منزلنا تعرض للقصف وأبنائي نجوا فيه من الموت المحتم. من الأصعب المواقف أنه أنت تروح تبحث عن من فقدتهم في البيت المدمر، تشوفهم من الأحياء ولا من الشهداء، والأصعب أكثر أنه أنت تروح تفحر قبر بإيدك لشخص من لحمك ودمك عشان تدفنه وتصلي عليه أنت وثلاث أشخاص فقط. هذه من المشاهد المؤلمة. لكن ما بعد قصف البيت تم توجهنا إلى ونزحنا إلى وسط القطاع، وإلى بعد ذلك إلى جنوب القطاع. أصعب مشهد أنه أنت تنزح مشيا على الأقدام مسافة 25 كيلو متر ومعك أطفالك، وعلى شمالك تشوف قناصة الجيش الإسرائيلي وهم بيطلبوا من السكان وبيطلبوا منك أنه أنت ترفع إيديك التنتين. ومن أصعب المشاهد أنه بينادي على الناس وبيخليهم يخلعوا ملابسهم وبيخليهم يتقدموا نحو النقطة الخاصة في الجيش واعتقالهم، وتشوف جثامين الشهداء على الأرض متفحمة وما حدا قادر يسعفهم. رحلة النزوح ما توقفت عند ذلك، توجهنا لمستشفى ناصر. في مستشفى ناصر كنا نغطي، وكان القصف في كل محيط مجمع ناصر الطبي، لدرجة أنه القصف كان في داخل المستشفى نفسه. نزحت بعد مستشفى ناصر إلى مدينة رفح، وفي مدينة رفح كانت أبعد غارة إسرائيلية عن المكان اللي أنا موجود فيه حالياً، ما بتبعد سوى 15 متر فقط، أحزمة نارية عنيفة. كنت بهرب أنا وأطفالي إلى جانب التغطية. من المشاهد الصعبة أنه أنا موجود في رفح وأهلي نازحين في خيمة في أحد مراكز الإيواء في خان يونس، لا أنا بقدر أطمن عليهم ولا هم بيقدروا يطمنوا علي، فبيضطروا أنهم ييجوا من محافظة خان يونس ويسترقوا بعض الوقت من أجل الاطمئنان علي وعلى أطفالي. 100 يوم وأنا بقوم الآن بدور الأب والأم في هذا المكان الموجود فيه، بقوم بإعداد الطعام والشراب لأطفالي، بقوم بتغيير ملابسهم، وكل ما يعني ما تقوم كنت نقوم فيه في البيت اليوم أنا بقوم فيه في داخل هذا المكان اللي هو بالأصل لا بيصلح لا لنوم ولا لسكن ولا بالأصل لعمل، لكن الظروف هي اللي اضطرتنا أنه نعيش هذه الأجواء. هذه قصتي في 100 يوم. أنا محمد الدعور.